ما الفرق بين البساطة وصغر النفس؟ البساطة هي عدم التعقيد، هي عدم التعقيد، ولذلك في فرق كبير جدا بين كلمة البساطة وكلمة السذاجة. السذاجة يعني واحد عقله على قده، لكن البساطة في عدم التعقيد ممكن يكون بسيط وحكيم، وذلك الكتاب بيقول كونوا بسطاء وحكماء، يعني حكماء بس ما تعقدوش الأمور، خدوها ببساطة من غير تعقيد. لعلك تقصد الفرق بين صغر النفس والتواضع. صغر النفس يعني يعتبر نقص نفساني، لكن ممكن واحد يكون متواضع وما عندوش صغر نفس.